السلام عليكم خويا ياسين، شفناك هذا العام شحال من خطاب في البطوله الاسبانيه. كان نادى عليا في 7 ولا 8 المقابلات مع الفريق الاول، فمن ما كيتناداش عليا كان قوم مقابلات مع الفريق الثاني، فالان انا حاليا حارس ثالث، يعني كنحاول نستافد في التدريب باش نحسن المستوى ديالي ان شاء الله. الجديد ديالك في النصف الاخير ديال البطوله؟ لحد الان انا باقي نكمل مع الاتليتيكو، يعني باش نزيد نتاقلم مع الفريق الاول ونزيد نتحسن ان شاء الله. في الاخر العام غادي نشوفو مع الفريق يعني المستقبل ان شاء الله. الكلمه الاخيره عندك الجمهور، عندك كلمة أخيرة؟ مول ويدادي؟ وي يعني ديما كنتبع الجمهور الودادي يعني كنتمنى يكمل في المسيرة ديالو اللي هي تغيير العقلية، حيث الجمهور هو الجمهور الوحيد اللي مضارب على القضية ديال تغيير العقلية ديال الجمهور. يعني من بعد لي ديسيزيون اللي تياخذوا هما واش يحضروا وما يحضروش، فهاديك كتبقى فيها النقاش، يعني هما كتبقى ديسيزيون ديالهم كل واحد وكيفاش ياخذها. كنتمنى يعني اولا الفريق الان غادي في واحد المستوى، يعني كاين في المقابلات كاين واحد الروح ثانيه، وكنتمناو ان شاء الله غدايا يكون واحد يفوزوا يكون واحد 3 بوان ان شاء الله، باش تكون مسيره موفقه دوزيام تور ان شاء الله. توحشتي جمهور الوداد؟ توحشتو، جيت دابا عطله فشفت كاع الدراري كاع الاصدقاء ديالي، يعني فكان من هنا كنتبع يعني الجديد ديال الفريق. شكرا.